بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء الحادي عشر من الدرس الثاني Part 11 Chapter 2 بعنوان Drawing a Curve of Given Radius to Touch Two Circles Outside the Radius. سوف نشرح طريقة رسم Drawing a Curve of Given Radius Goes وعنده كمادة نص القطر بتاعه to touch two circles، يعني بيعمل تماس مع دايرتين ولكن برا outside the radius، برا الدايرتين. عشان نرسم القوس ده في معلومة مهمة لازم نعرفها. لو عندنا دايرة رقم واحد اللي هي مركزها C1 ونص القطر بتاعها R1، وعندنا الدايرة الثانية اللي هي مركزها C2 ونص قطرها هي الـ R2. ناخذ مثال هذه الدائرة بتاعنا، هذه الدائرة الثانية. المعلومة المهمة اللي لازم نعرفها هنا هو كون المسافة بين C1 والC2، المسافة بين المركزين هي بكل بساطة R1 زائد الـ R2. دي أول معلومة، يعني المسافة بين C1 C2 هي R1 زائد R2. المعلومة الثانية اللي هي معلومة مهمة أنه المركز الأول C1 والمركز الثاني ونقطة التماس بيكونوا موجودين على نفس الخط، هذا نفس الخط. The center of the two circles and tangent point lie on the same straight line. نحاول نلخص هنا. عندنا أول معلومة هي المسافة بين المركزين تساوي R1 زائد R2. المركز الأول زائد نقطة التماس زائد المركز الثاني لازم يكونوا على إيه؟ على نفس الخط. بعد ما عرفنا هذه المعلومة ممكن نمر الآن إلى شرح طريقة أو إعطاء مثال للتماس الخارجي external tangent. هنا عندنا كمعطى الدائرة الأولى وده الدائرة الثانية، وعايزين إيه؟ عايزين نرسم تماس للدائرتين، ولكن هنا التماس هو تماس خارجي، يعني إيه؟ هو جزء من دائرة برا الدائرتين، الدائرة دي موجودة برا الدائرتين. ناخذ مثال في شكل من الأشكال اللي ممكن نجدها في الواقع. في المجسم ده بنوجد هنا المماس الخارجي اللي هو عبارة على جزء من دايرة. الشكل ده ممكن يكون جزء من محرك سيارة أو من أي آلة ميكانيكية. والسؤال الآن هو إزاي نرسم القوس ده؟ هيكون عندنا كمعطى two circles، هذه الدائرة الأولى. يعني إيه معطى الدائرة؟ يعني عندنا المركز بتاعها معطى وعندنا الـ R بتاعها معطى، هنا R1. ناخذ مثال R1 يساوي 20 مليمتر، وعندنا كمعطى الدائرة الثانية عندنا المركز بتاعها C2 وعندنا الـ R2. هناخذ مثال الـ R2 يساوي 30 مليمتر، وعندنا كمان كمعطى radius of the third circle اللي هي ال R. احنا قلنا هنا السؤال هو ازاي نرسم قوس بيعمل تماس مع الدايرتين. القوس ده هو عبارة على جزء من دايرة، عبارة على جزء من دايرة. الـ R بتاع الدايرة نص القطر بتاعها R، هناخده مثال R تساوي 10 مليمتر، وهنحاول نرسم القوس ده. عشان نرسمه محتاجين نحدد المركز بتاعه. أول خطوة نعملها إيه؟ هناخد الفرجار ونفتحه R زائد R1، R زائد R1، يعني هناخد فتحة 30 مليمتر.
ونروح نركز في المركز C1، مركز الدائرة الأولى. هذه الدائرة الأولى، ونرسم إيه؟ نرسم القوس بتاعنا ده. بعدها هناخد الفرجار ونفتحه فتحة R زائد R2. الR 10 زائد الR 2 30 هتعطينا 40 مليمتر، ونرسم القوس الثاني بتاعنا. وكده تحصلنا على نقطة تقاطع هنا اللي هي بتمثل إيه؟ بتمثل المركز بتاع التماس اللي بنبحث عليه. باقي إيه؟ باقي نقاط التماس مع الدايرتين. هنجيب المسطرة ونوصل المركز الأول بمركز التقاطع أو نقطة التقاطع، وكده هنتحصل على نقطة التماس مع الدائرة الأولى. بنفس الطريقة هنجيب المسطرة ونوصل بين المركز C2 ومركز التماس بتاعنا، وبالمسطرة هنتحصل على نقطة التماس. هذه نقطة التماس بتاعنا. بعدها بكل بساطة هنجيب الفرجار ونركز في نقطة التقاطع دي، ونفتح الفرجار مقدار R اللي هو إيه؟ 10 مليمتر، ونرسم القوس بتاعنا. وكده خلصنا رسم التماس أو القوس اللي عنده تماس مع الدائرة الأولى ومع الدائرة الثانية.